أيام مفتوحة لزيارة مطار نواكشوط الدولي أم التونسي الواقع على بعد 25 كيلومترا شمال العاصمة نواكشوط. هي المرة الأولى بعد 4 سنوات من العمل بهذه المنشأة تشرع فيها أبوابها لزيارة المواطنين والاطلاع على مختلف مرافقها. فقد كان حلما إنشاء مطار بهذه المواصفات في فترة وجيزة يخدم الأهداف الإنمائية والاقتصادية. بالتأكيد أنه لا يعود معطى اقتصادي فاعل في المستقبل به اللي خارج ياسر من 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 الخطوط الجوية العالمية اللي كانت نحن تتخطانا ولا تعدى لاتريساج في نوزاير بور بها اللي ما كان مطارنا كان أصغر من اللي قد يستقبل الطائرات. هذا المطار قد يستقبل جميع أنواع الطائرات بما في ذلك الطائرات العملاقة وطائرات بوينغ 787 وأكبر طائرة هو قد يستقبل. مجموعة من الشركات المتخصصة ساهمت في بناء مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، من بينها شركات وطنية وأجنبية. كان المطار ثمرة لتعاونها فتم إنجازه بهيكلته الحالية والتي شملت أجنحته الأساسية بالإضافة لقاعات الضيوف والمدرج الرئيسي ومحطات الشحن، هذا فضلا عن تجهيزات الإضاءة وبرج المراقبة والمطاعم وغيرها من المرافق. احنا كمؤسسة وطنية صيانة الطرق مولين نعتز ان شاركنا بجهود كبيرة مع شركائنا في مؤسسة النجاح من اجل انجاز هذا الصرح اللي هو كانت بين معاهم معاملات شراكة وتعاون طيلة الفترة اللي تم فيها انجاز هذا الصرح. عمال مطار ام التونسي يثمنون وصول حلمهم الى النور، لكنهم في المقابل يطالبون بالمزيد من الاستثمار في مجال المطارات وصيانتها. طالبين من الحكومة الموريتانية صيانة المطار، طالبين من الشعب الموريتاني كامل الاستثمار ويعدلوا الشيء، يعد يكردوا خطوات للراجل. وقايلين انه ملي عن حد قاع، حتى انا رجل اعمال عدل الرواية وخسر فيها وبقش منها الوطن وما يحتسب عنه خسر. وضع اللمسات الأخيرة لمطار نواكشوط الدولي وقرب جاهزيته للعمل ينزع فتيل مخاوف البعض بقرب رحيل مطار نواكشوط القديم عن وسط العاصمة، والذي كان يشكل تحديا أمنيا كونه واقعا وسط العاصمة بالقرب من المساكن والإدارات المدنية والعسكرية، ما يجعل من مطار أم التونسي الدولي حلا سحريا لوضعيته. اكتمال الأعمال في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي يطرح تساؤلا عن موعد تسليم هذا المطار وتشغيله، والذي تقول الإدارة المسؤولة إنه سيشغل في الربع الثاني من عام 2016. محمد الدد، قناة الساحل، مطار نواكشوط الدولي أم التونسي.